السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله يومك عزيزي المشاهد. حياك في حلقة جديدة من بعد إعلان الحرب والغضب في الحلقة الماضية. مثل ما شفتوا يا جماعة الخير، مسحنا العجيز نهائيا من العالم الجديد، فلذلك اقتصادها تدمر وسفنها الحربية بدأت تنباع وتنقص. فلذلك مثل ما تشوفون يا جماعة الخير، في العالم القديم مركزه تقريبا 2 أو 3 كانون، الكانون الأسود الكبير هذا العلة. المشكلة أني يوم بحثت على الشغلة هذه لقيت أنه في سفينة حربية اسمها الباتل كروس، هذه اللي متوفرة مع العجيز بكثرة. هذه للحين أنا ما وصلت لها، لازم توصل للإنجينير 500 إنجينير ومشوار طويل صراحة لين ما تقدر تطلع هذه السفينة، وتحتاج موارد كثير ووقت كثير. وفي نفس الوقت راح أسمح للعجيز أنها تبني قوتها مرة ثانية وتهلكني في العالم الجديد. ومثل ما تشوفون في اللقطة هذه بدأت ترسل سفن حربية إلى العالم الجديد وراح تحتل، فأنا بتبهذل، ما بقدر أتحكم بعالمين، أرسل سفني هناك تأخذ 5 دقائق بعدين أرجعها العالم القديم. فلذلك اضطريت أني أكنسل موضوع السفينة الحربية هذه المضادة للكانون الأسود. برضو الكانون الأسود هذا أنا ما أقدر أبنيه، يحتاج إنجينير مثل ما قلت لكم متقدم عليه بمراحل هذا العجيز. فلذلك الخطة الحين أني أكثر من شيب أوف ذا لاين، بحاول حتى 20-25 سفينة قدر الإمكان، بكثر المرافق اللي تبني السفن بحيث أنها تسرع عملية بناء السفن. وأول وجهة لنا بإذن الله في بداية الحلقة الحين راح تكون المدينة اللي سلبتها مننا المرة الماضية، وهي هذه المدينة مثل ما شفتوا هي كانت شرارة الحرب مثل ما يقولون، اللي خلاص من بعدها انعميت أنا وهجمت، والحمد لله أني هجمت، الحمد لله أنها احتلت، فلذلك أني هجمت وسيطرت على العالم الجديد كامل. فلذلك الحين راح نبتدي بإذن الله المقطع ونحاول نستعيدها، وبنفس الوقت بناء السفن عندنا شغال. فبسم الله خلونا نروح ونرجع جزيرتنا اللي سلبتها مننا المرة الماضية. كفو، أنا أشهد كفو. وها نحن تحت أضواء البرق، يا سلام، هذه أجواء الحرب، هذه الأجواء اللي ما تشوف شيء. شوفوا يا جماعة الخير، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهذه 9 من، خلنا نتأكد أنها وصلت 9 سفن. أبغى أشوفها قدامي هنا. طبعا اتجاهنا لوين؟ خلصنا من هذه، اتجاهنا لهنا على طول. في سفينة واحدة، خلنا نتخلص منها مو مشكلة. يا جماعة الخير ناوي على الجزيرة هذه، الجزيرة هذه ما شاء الله شوفوا كيف مساحتها. بعدين الشيء الثاني عندها هنا هذا النشبة الكبير، واثنين من هذا. المصيبة ان الجزيرة هذه فيه نفس الشيء من هنا، تعالوا نتصامخوا مع هذول، نسخن قبل لا نهجم. تعالوا هاي ارحبوا، تعالوا شوف واقفين هذا الاستاردون، هذا ايش بيتحمس؟ هولي شت، لا وجايين يهجمون علي، جايين يهجمون علي، والله اكبر غلطة سويتوها، والله أكبر غلطة سويتوها، والله أكبر غلطة سوتها. خلنا نشوف اتجاه الرياح. آه لورا. طيب بس هذا اللي بيتفجرون من هذا، بس أهم شيء هذا لما يشردون. آه شرد 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 شرد. 3 سفن. الغبية ضحت فيهم. يلا يلا يلا، ما يمدينا نلحق على هذا. لا بس خلاص على طول، ها على طول ما يوقف. شوف وين وقفتهم قبل خطب شوي، تدري ليه؟ ابغاهم يدخلون دخل جامدة. اتجاه رياح وينه؟ اتجاه رياح على اليمين. يعني لازم يمشون كذا، لازم ندخل في المدفع هذا على طول. هوبا بسم الله. شوف الاثنين هذا اللي يدخلون، دمجهم قوي.
هذه وهذه نعطيهم رقم ثلاثة. روح امسحوا لي هذه. الحين اتجاه رياح كذا، يا سلام تدخل دخلة جامدة على هذا، ما يدري من وين جيت. اوف والله يوصل بعيد هذا. عداسة عداسة يعجبني هذا، جاي مدرع كذا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، وخر وخر من قدامي. احلى شيء اني احتليت هذا، لانه يوم تروح العالم الجديد سفني دائما تتدمج من الاخير هذا اللي فجرناه، فلذلك هذا المكان جدا مهم ان ناخذه. 1 2 3 4 5، وانا 1 2 3 4. تعال خلنا نشوف القوة هالحين. انا 222، اول مرة في حياتي اتجاوز قوتها. ما زال هذا قوة مني. والاقتصاد انا قوة منها برضه. حلو. اول شيء عزيزي المشاهد، بعد ما تحتل الجزيرة تروح تحط لك دفاعات عشان لا يرجعونها سري سري، لانه غالبا مثل ما تشوفون في الخريطة من الجهة هذه راح تجيني. نحط الاثنين من هذه الجهة. حياك الله عزيزي المشاهد في الراوند 3. راوند 3 الحين ولا 4؟ والله ما اعرف، ولا تنحسب العالم الجديد هذاك اللي مسحته فيها. يا جماعة الخير، انا قمت اسوي لي كوب شاي كذا على بال ما سفن تهيل ويتقهون الجماعة للراوند اللي بعده. شوفوا الرصة لسه ما خلصت، تحسوا لسه ما خلصت. شوفوا الرصة الثانية هناك، واحدة ثنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، هذا لا تحسبها، ثمانية تسعة عشرة 11. يووو، تنقوا يا جماعة الخير، تنقوا. تبغون مدينتها الرئيسية؟ لا تدري الرئيسية هي بالنش، نتمزمز فيها بعدين كذا آخر واحدة. الحين خلنا ناكل هذه عليها. هذه حتى ما فيها كنن يا رجال، هذه حلا كذا على الطريق. بعدين خلها هذه فيها حبة كنن. طيب شوف عشان تكونون بالصورة هنا أوضح، هذا حبة كنن، هذا ما فيه لحتى كنن، وهذا كنن السلاح الأسود ذاك، هذا فيه. أوه هذا أكيد فيه، هذا أكيد فيه، والله عيب عليها ما فيه. لا لا هذه بتوجعها، هذه ضربة بتوجعها والله. 1 2 3، هذه ضربة بتوجعها يا رب، والله ضربة بتوجعها. يلا 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 يلا. سفنها ايش وضع سفنها؟ سفنها اغلبهم هنا. خلاص بنمشي كذا، هوبا جاهزين يا شباب. يلا بسم الله بسم الله. ما خلتنا نركز ايش يسوون الانجنير وايش يبغون، وصلتهم القهوة ولا ما وصلت؟ ما وصلهم والله، ما وصلهم الكوفي. يلا ما عليه ما عليه، بعدين نضبط امورهم بعدين. 11 12، يا ساتر يا رعب. هذا حقها يا ريت، ايه بس استعرض قدامك انت. هذا على فكرة ما هو بناوي يساعدني ترى. اوه في حماية من وراء فيها كانون والله. دقيقة دقيقة هد اللعب، خرب بيت الكانون يوصل لين هنا. ننتظر الحلوين هذولا، خلص نص الوقت، لانهم هذولا صراحة يعني عندهم قوة مثل ما قلنا. الدمج 21، هذا الدمج حقه الا وينه؟ فريقيت 28، بس اللهم هذا مثل ما قلنا يعني الهيل حقه ضعيف، فلذلك لو تدخله من ورا كذا يجون ثلاثة كذا من حيث لا تعلم بتشوفهم بعد شوي. نفس ما سوى الحركة هذيك قبل شوي، هذاك الصغير كذا يجي من وسطهم كذا يهجم وما حد درى عنه ودمجه قوي. هذه الحركة عجبتني انا. هذا جاي معي ولا ايش بيهجم؟ لا كذا المنظر مرعب والله، منظر مرعب. شكلي بسبقكم يا حلوين. ستيشنز. وين الثاني اللي طلع؟ انا سمعت اثنين شيب كونستراكشن. والله قوة يا جماعة، شوف الوقفة انتم، شوف الوقفة، اقسم بالله وقفة معلمين. شوف واحد كذا واحد كذا، والله منظر اسطوري. ورب الكعبة هذه اللحظة المنتظرة.
هذا ليش سوى كليبرز؟ هذا مو مشكلة، هذا حق بالضايع. وين السفن حقها يا رجال؟ لسه بعيدين. بسم الله، جاهزين؟ يلا الكنن. ياهو، ليه ما طلق؟ Ceasefire has ended. جالس استعرض من الصبح قدام. ما حد شاف. استغفر الله، هذه مدينتها. أنا أقول من وين طلع الكانون؟ من وين طلع هذا؟ لا حول. ما حد شاف والله. هنا ما في الا مدفع واحد، وهنا سفينة. اي هذا اللي شفته، حتى اني زومت قلت ما في كلام. تعالوا والله ولا على الطابور اللي صار هناك. لا الله، ليه حطني مكان واحد هنا؟ تخيل انت هنا واقف وتشوف الرمي هذا كله على الهاربة حقي. يوه، اللي بعده برد خاطري في هذا اللي بعده. وين المزارع ذيك؟ كم سفينة خسرنا؟ ما شفت. شوف رجعت كل سفنها هنا. دقيقة، في احد والله يمديهم الدعسة اللي بعدها. اوه، هذه فيها كنن. اتجاه الريح يسار. حلو، تعالوا هنا. انا غلطان اهجم صراحة، وهذا الموجي يا رجال. اصلا هي تعرف لو ارسلت سفنها بتخسرها. اصبر. وين رايح؟ تعال يا شباب. لا يروح. شرده. وين رقم 5؟ ارجع هنا. هيل، بيض الله وجهك. اما تشرد، كم باقي لها ثلاث. هي 1 2 3 4 5 6. سبحان مغير الاحوال. خلاص الواحد يوم يبتدي الضربه لازم يكملها. في كانون هنا؟ ما في كانون. في 2 رشاشات. انا اشوف انه نجي من الجهه الثانيه. هذا هرب. خلاص نجي من جهه الكانون افضل. شوف الاصابات الذريعه يا اعزائي المشاهدين، هذه هي الحرب. شوف واخوياه هناك يودعونه. اي شوف الاعلام كيف تقطعت. والله شغل في اللعبة هذه، شغل. على فكرة في ايتمات مديك تحطها في السفينة تهيل نفسك، مثلا السفينة تهيل نفسها بنفسها. بس والله ولا سفينة من هذه السفن فيها ايتم. ايوه تعال من هنا، اعطى محل سبرايز. مزبن هنا يا زق. تعال يا جماعة، ليه ما نجرب الهجوم في الليل؟ ما بتشوفون شيء صح؟ شو جالسة تبني هنا؟ مسكينة نقصوها الفارنس. خلنا نرجع ظهر. أشرقت شمس الحرب. وين احتلت؟ أما احتلت هنا. معنا احتلت هنا. يلا ما عليه، ما يمديها تسوي شيء اصلا، مساحة ضيقة. اوه جابت سفينة.
اجلدوه. لا 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 تلحقه، لا تلحقه يا رجال. خلاص ايوه دخلت في الرينج، خسرنا سمينا لكن ايزي بيزي. والله اللي قهرني انه خسرنا سمينا. والله حرام وصلت للانجينير هنا، تروح تمسحها. هنا في اثنين كانون، هنا اتوقع احتاج 15 سمينة، اقل شيء 15، فلذلك راح نرجع. راح تشطح العالم الجديد الحين، هربت سفنها العالم الجديد. اوه بتاخذ، لا بتاخذ الجزيرة هذه علي، والله الجزيرة كبيرة مرة. اما يمديني اهربهم والله بدون دفاع. ما يمديها. هو المصيبة تدري ايش؟ ان الكانون اللي هنا فيه اثنين. بس اقسم بالله هذه لو اخذتها خلاص. ايوه جيت بوقتك والله فقري يا صاحبي، جيت بوقتك. ما ينفعون كلهم. طيب 10% سعادة، طيب 10% هذا. I think they'll swallow it. We will all be absolutely behind you. شو كيف؟ بالنصب والاحتيال بس فلوسك تمشي. لا اله الله يا شباب. والله ما يمدي الحرب كاملة بتكون في مقطع، الموضوع ياخذ وقت. اشوفكم في الحلقة الأخيرة ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا هذا اليوم المنتظر. وخلاص يعني اشوف اني ختمت اللعبة، مع اني ما خلصت القصة ولا خلصت احتلال الجزر كلها، ولكن اتمنى انكم استمتعتوا. لا تنسوا اللايك، ونشوفكم ان شاء الله على خير في المقطع الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لان السفن الثلاث هذه بتاخذ وقت، او اربع سفن، يعني الحين معي 10 احتاج 5 سفن، يعني تقريبا 15 سفينة وراح اهجم على بداية الحلقة الجاية ان شاء الله. وبس شكرا على المشاهدة، حياكم الله.